محطتنا التالية لليوم دائما سلمى عبر رحلتنا الصباحية بنسلط الضوء على قصص النجاح في سوريا. كثير من الشباب السوري الواعد رغم كل الظروف والتحديات الصعبة اللي مرت فينا كلياتنا قدر يمكن يخلق مشروع الخاص. أكيد نور، اليوم كمان رح نحكي عن قصة من قصص النجاح الممزوجة بكثير من الإصرار والتحدي لحتى يكون هذا الحلم حقيقة، والأهم أنه يكون على أرض سوريا. يمكن البدايات كانت بخارج سوريا، ولكن الآن العودة هي كانت الهدف الحقيقي للشخص اللي رح نتعرف على قصة نجاحه وعلى حلمه اللي حب يحققه ونجح فيه خارجاً، وإن شاء الله بيكون النجاح أيضاً ضمن أرض الوطن سوريا. اليوم رح نتعرف أكثر على مع ضيفنا السوري الدكتور عبد العزيز بلوي، مدير مجموعة إلت هير العالمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش حديثنا معك، مثل ما قلنا دائما نحن بنسلط الضوء على قصص النجاح في سوريا، خلينا نروح لفيديو تعريفي عن حضرتك وعن مشروعك ونتابع حديثنا لليوم. أنا مواليد 85. يعني بداية بعد ما شفنا هيك شوية معلومات عن حضرتك وعن بداية تأسيس هذا المشروع، خلينا نبلش ونحكي أكثر عن تجربة النجاح اللي خطة مع مجموعة إليت، إيمت صارت وتبلورت إليت كمجموعة فعلية على أرض الواقع وبلشت تحصد إنجازاتها. هلأ كإليت هير كبراند عالمي تم تأسيسه بعام 2014، ولكن أنا من العام 2010-2011 بلشت بزراعة الشعر، ولكن كنت أشتغل تحت اسمي الشخصي إنه الدكتور عبد العزيز. كبراند بل أسسنا إليت هير ب 2014 وابتدأنا بإسطنبول، ومن بعد بلشنا ننتقل للدول الأوروبية. اليوم نحن موجودين بسبع مدن ألمانية إضافة إلى فيينا، وانطلقنا اليوم بسوريا السنة الماضية، وكان عنا احتفالية بالسنة الأولى يوم الجمعة بالشام. كانت السنة الماضية بالنسبة لإليت هير هي بصمة جديدة كتير وحلوة كتير، لأني
نحن اليوم موجودين بأرض الوطن. هذا اللي بدي أعقب عليه، يعني صلكم هلأ فعلياً عم تحتفلوا بالسنوية الأولى بعد ما كان لكم يعني تفرع لمشروعكم إذا بنقول بعدد من الدول. مثل ما قلنا دائماً تلاقي في عند كل مواطن سوري عم يأسس اسمه مشروع خارج الوطن، في هيك دائماً دافع للعودة للبلد وتأسيس مشروعه أو قسم من هيدا المشروع ضمن البلد. خلينا نحكي عن هي من سنة لما أجيتوا لهون وقررتوا، شو كان الدافع الأساسي وقديش فعلياً بنكون فرحانين بالشباب السوري سعيدين لما يقولوا أنه أنا بدي استثمر هيدا المشروع، مع أنه نحن يعني 10 سنوات من الحرب كان في عنا ظروف خاصة وصعبة. هلأ عملية فينا نقول إعادة الاعمار، في استثمار كبير راح يكون بالبلد، فانت يمكن اجيت بالوقت الصح فينا. خلينا نحكي عن هي الفكره، كيف بلشت معك والرساله الاساسيه والدافع لهذا الموضوع. هلا بتعرفي حضرتك اي نجاح بيكون لك خارج الوطن قد ما كان نجاح كثير كبير، اذا ما كان مرفوض بنجاح على ارض الوطن بيكون هذا النجاح غير متكامل غير مكتمل. ف من نحن وقت اللي بلشنا بإيلي هير كان هدفي الرئيسي انه انقل فكره زراعه الشعر بشكل عام لسوريا. خلينا نقول من وقت اللي سافرت انا من البلد تقريبا بعام 2003 سافرت على امل انه ناخذ تحصيل علمي ونرجع بفكره جديده على البلد. والحمد لله قدرت انه اوصل لهذا الحلم ولو على مستوى زراعه الشعر انه هو قسم من التجميل. حاولنا قدر الإمكان أن ننقل هاي الخبرات للبلد، طبعاً هاي حاولنا ننقلها بخبرات محلية. يعني أنه ما نستقطب خبراء أجانب للبلد، لا بالعكس أخذنا خبراء من سوريا دربناهم لمدة 5 سنوات فنحن ورجعنا فيهم ورجعنا معهم على سوريا وانطلقنا بمشروعنا بسوريا. فهو العائد حس مسؤولية تجاه الوطن صراحة، أنه خلينا نقول جزء صغير من وفاء الدين. أصرينا أنه الموضوع يكون بأيادي سورية، نحن بشكل عام مؤمنين جداً جداً بالعقل السوري، بالأيادي العاملة السورية، بإنتاجية الإنسان السوري. وهذا واضح، يعني ما في بلد حول العالم إلا ما بيكون في بصمة سورية، يعني مو فقط في الدول العربية، في الدول صحيح. العالمية دائماً بتحس أهم دكتور، أهم جراح، دائماً الاسم السوري لامع في أي مكان يعني. صحيح مثل ما تفضلتي. فمثل ما قلت لك استقطبنا الممرضين من سوريا دربناهم على مدة 5 سنوات، فهي الفكرة نشأت بعام 2015. يعني ما هي اليوم نحن على أرض الواقع بلشنا بآخر 2020 بأول 2021، ولكن نحن قلنا 5 سنوات عم مؤسسين لهي الفكرة وعم نحضر لها. يعني نقل خبرات بمستوى عالي ما ممكن تنقليها خلال سنة أو سنتين بتقنيات حديثة. أكيد. طيب خلينا اليوم بما أنه نحن عم نحكي أكثر عن إيليت نروحك مع حضرتك ومع المشاهدين لحتى نشوف فيديو عن إيليت ونرجع لنكمل الحديث. كنا عم نتابع سلمى معك ومع الدكتور، خلينا نحكي يعني عم نتعرف على الشركة وكيف أسستوها والوقت للتأسيس اليوم. خلينا عن واقع الاستثمار الحالي في سوريا، الواقع الاقتصادي، يعني اليوم كيف بتشوف هيدا الواقع وكل يمكن الاستثمارات هلا من عام 2021 و 2020 2022 بلشت فينا نقول عالم الاستثمار في سوريا. هلا صراحة كمقيم خارج البلد خلينا نقول
او كمستثمر خارجي بتنظري من برا بتحسي بتخوف. يعني نحن وقت قلت لك انطلقنا بالفكره بعام 2015 واستقطبنا الطواقم باخر 2015، هذيك الفتره كان عندنا تخوف اكبر، ولكن كنا مصرين انه بدنا ننقل هي الخبرات للبلد. بس تيجي على البلد شفنا صراحة ترحيب كتير كبير. يعني أعطيكي مثال، نحن أي مركز عنا بألمانيا بدنا نرخص كمركز طبي، الرخصة بتطول معنا بين السنة أو السنة ونص. حتى هون بسوريا الترخيص كتير كتير بتطول، فكان في مساعدة واضحة من قبل وزارة الصحة، لأني متحمسين كتير للفكرة إنه فكرة جديدة، استقطاب خبرات جديدة للبلد. بتعرفي حضرتك هي بنفس الوقت رافد كتير كبير للاقتصاد السوري بالقطع الأجنبي، وقت يجي المريض الأجنبي بيجي بالقطع الأجنبي، فكان في ترحيب واحتضان كتير كبير من قبل وزارة الصحة بشكل خاص، وأيضا أخذنا دعم كتير كبير من وزارة السياحة. بتعرفي حضرتك اسمها السياحة علاجية، السياحة الاستشفائية، وزارة مزبوط. السياحة ووزارة الصحة. صحيح. فشفنا أنه الواقع مشجع وفي احتضان كتير كبير كان وحقيقي لهذا الموضوع، انه شو بدكم دعم حتى ننقل موضوع السياحة العلاجية لسوريا من قبل وزارة الصحة او من قبل وزارة السياحة مشكورين. ونحن قدمنا لهم خطط، وهلأ عم نعمل دراسة جديدة لنقل تجربة السياحة العلاجية بشكل كامل للبلد. يعني زراعة الشعر هي جزء كتير كبير من السياحة العلاجية، ولكن في كتير امور تتضمن السياحة العلاجية. هذا اللي بدي أسألك عنه، لأنه نحن معروف عنا لهلا رغم كل الحصار وكل المشاكل اللي عم بتصير، في كتير عالم من برا بتيجي بتعمل عمليات هون، عمليات مختلفة، يعني إن كانت تجميلية أو إن كانت عمليات تانية، لأنه خارجا هي مكلفة أكتر، فهون بتكون تكلفتها أقل ضمن سوريا، إضافة للخبرات اللي موجودة عنا من الأطباء، أو يمكن رب ضارة نافعة. للأسف بدنا نحكي هذا الحكي، بس بالوقت اللي صار فيه كتير إصابات استدعت أو أنه يكون في حلول تجميلية لمساعدة بعض الناس اللي تضررت من الإرهاب والحرب، أيضا هذا الشيء نشط الأطباء السوريين وعطاهم خبرة أكثر بالتعامل مع الحلول التجميلية مثل الحروق، تشوهات وغيرها من الأعمال الجراحية ما كانت سابقة موجودة عنا. كيف لمستوا هذا الشيء والفرق بين عملكم بالخارج وعملكم بالداخل؟ هلا هي فكرة السياحة العلاجية هي انه الانسان يروح خارج بلده للعلاج. شو اللي بيستدعي الانسان انه يروح خارج بلده للعلاج؟ اما هي الخدمة الطبية ما بتكون موجودة ببلده. صحيح. او بتكون مكلفة جدا ببلده. فاليوم خلينا نقول على مستوى الاسنان، ممكن انه تعملي انت هوليود سمايل او فول ماوس بالاسنان بمبلغ جزئي بسيط بالنسبة لدول الجوار. صحيح. اضافة لذلك مثل ما تفضلتي الخبرات الطبية العالية المستوى عندنا بالبلد، فحتى تنمو السياحة العلاجية دي يكون في خبرات طبية، مؤسسات طبية، إضافة إلى أسعار منافسة. اليوم الأسعار بالبلد مثل ما تفضلتي منافسة جدا بالنسبة لدول الجوار. هذا عم بيخلي المرضى من دول الجوار مثل العراق، مثل الكويت، البحرين، الدول الخليجية الثانية كلها تيجي لعنا حتى تنفذ العمليات اللي عندها. هلا قبل الحرب كانت سوريا هي عاصمة السياحة العلاجية بالوطن العربي بالأرقام. بسبب ظروف الحرب وتخوف المواطن العربي من المجيء لسوريا تراجع هذا الموضوع. نحن اليوم عم نحاول نعمل له إعادة إنعاش. اليوم في عنا كوادر طبية ناجحة، في عنا أسعار منافسة، وزارة الصحة بتحط جهودها كاملة. صحيح. حتى تنظم هذا الموضوع. وأنا بدي أحكي هذا الدور، يعني مثل ما قلت يمكن كنا في حال أخرى قبل الحرب، وعشر سنوات من الحرب تم استهلاك واستنزاف جميع الطاقات، عم نرجع من أول وجديد، لأنه الشباب السوري شباب واعد عم يحاول فعليا يكون موجود على أرض الواقع. بس لما نعمل عملية إنعاش مثل ما قلت للسياحة العلاجية، أنتوا دوركم هون لنقل الصورة للخارج كيف بتكون؟ يعني عم تقول بألمانيا وعدد الدول دائما بيكون في حاله تخوف، فانت الصوت يمكن الاخر لنقل هي الصوره، كيف بتشتغلوا على هي القصص؟ مثل ما بتعرفي حضرتك النجاح معدي. فنحن اليوم وقت اللي جينا على البلد ولقينا التجربه وهي التجربه كانت ناجحه، فانا متاكد انه كثيرين رح يحاولوا، خلينا نقول على المستوى الطبي اقل اضعف الايمان. كثير من الاطباء اللي خارج سوريا، كثير من العقول اللي خارج سوريا اللي حابين ينقلوا فكره جديده للبلد ومتخوفين من الواقع الاقتصادي، وقت رح يشوفوا شركة ألمانية
اجت على البلد وحققت هذا النجاح فرح يتشجعوا. انا متاكد من هذا حتى الشيء. استقطاب المرضى كمان يعني كمان صوره لنقل الواقع للناس برا، كمان لاستقطاب فينا نقول المرضى من الدول كمان بتلعبوا دور كبير هون. اكيد اكيد. هلا طبعا في بتعرفي حضرتك الحرب العالميه على سوريا جزء منها هي الحرب الالكترونيه. فنحن بالميديكال توريزم بالسياحه العلاجيه انت بحاجه لكم كبير من التسويق. اليوم التسويق هو على وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي كان فيسبوك او انستغرام او على الجوجل. فان كان من جوجل وان كان من فيسبوك ففي حظر على سوريا. صحيح. هذا عم بيعيق عنا عمليه التسويق الخارجيه، عم نحاول نلاقي لها حلول. نحن مؤمنين دائما انه كل عقبه لها حل، ما في عقبه لها حل. رغم كل الظروف ورغم الحرب الالكترونيه الموجوده على سوريا عم نقدر نسوق الكترونيا وعم نحاول نستقطب المرضى الاجانب لسوريا. دكتور عبد العزيز خلينا ندخل شوي هيك بتفاصيل طبيه، يعني مثل ما شفنا بالفيديوهات اللي تابعناها عن بعض الحالات اللي ظهرت لناس ما عندها ابدا ببعض المناطق شعر نهائيا، وبعض النتائج اللي كانت مميزه ولو بلقطات بسيطه، خلينا نحكي عن اهم الاساليب والتقنيات الطبيه اللي مستخدمه عندكم واللي راح تكون موجوده بسوريا، وخصوصا نعرف انه زراعه الشعر في ناس كثير بتتخوف وتقول غير ناجحة أو بدها وقت طويل لتعطي نتيجة، أو في ناس ما بتنفع مع زراعة الشعر، حقيقة هذا التفاصيل إذا بتقدر تطلعنا عليها. هلا هي زراعة الشعر صراحة ممكن لجميع حالات الصلع. حتى اللي بيكون وراثي أو من زمان. الوراثي أو المرضي أو حتى الندبات والحروق. مناسبة نحن بنزرع اللحية، الحواجب، أي منطقة صلع أو أي ندب موجودة بفروة الرأس أو موجودة باللحية، بنغطي الحروق بشكل رئيسي باللحية. هلا في حالات نادرة غير قابلة للزراعة اللي هي الأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض جلدية مثل مثلا مرض الثعلبة. مثلا مثل مرض السورياسيس أو مرض الإكزيما بفروة الرأس. هي الحالات النادرة اللي بتؤدي إلى صلع وما بنقدر نحن نعالجها كزراعة شعر، ولكن كل أنواع الصلع الوراثي أو الحروق والندبات قابلة للزراعة. نحن بنشتغل على تقنية المايكرو اف يو اي، هي أحدث تقنية بعالم زراعة الشعر. قديما كانت تقنية الاف يو تي، اليوم تطورت لتقنية الاف يو اي. إضافة إلى ذلك هي تقنية الاقتطاف. بتعرفي حضرتك نحن بنقتطف البصيلات من المنطقة المانحة الخلفية وبنزرعها بأي منطقة بحاجة لزراعة. هاي المنطقة عند كل الناس، الشباب أو بنات نفس الشيء؟ هاي المنطقة هي تعتبر؟ إذا بتلاحظي أكيد في حواليك ناس عندهم صلع، بتشوفي صلع كامل هون إضافة إلى منطقة، هي المنطقة المانحة وراثيا غير قابلة للتساقط. هي نحن بالعربي بنسميها البنج الشعري، الدونر اريا بنسميها البنج الشعري، هي غير قابلة للتساقط مدى الحياة. فنحن بنعتمد عليها بركيزة أساسية، بنقتطف منها البصيلات. حتى بعد ما نقتطف البصيلات بدنا نزرع. ففي تقنيات عديدة للزراعة، في تقنية السفير والدي اتش اي، أقلام تشوي. فأحدث طريقة بالعالم اليوم للزراعة هي تقنية الدي اتش اي، وهي موجودة اليوم عندنا بالشام بمركزنا بدمشق. فنحن أحدث التقنيات الموجودة خارج سوريا عم ننقلها بشكل مباشر للبلد. بما أنه بنحكي يمكن عن أحدث التقنيات الموجودة خارج سوريا تم استقطابها لهون، قديش بتدرسوا موضوع التكلفة المادية والربح؟ يعني اليوم يمكن ظروف اقتصادية صعبة على الكل وحصار اقتصادي، هون كيف تدرسوا هي الحالة؟ يعني قصة التكلفة والربح كيف مراعيين فينا نقول الظروف وبنفس الوقت ما يكون في خسارة؟ هلا هي العملية بشكل عام مكلفة بعض الشيء بالنسبة لمركز، لأن اللي بيقوموا بالعملية أطباء وممرضين. صحيح. يعني تكلفة الأيدي العاملة مكلفة بعض. صحيح. الشيء بهي العملية. فنحن بنحاول إنه يكون السعر مناسب لجميع الأطياف الاجتماعية قدر الإمكان، ومنقدر حالة الشخص بشكل فردي أو منطقي فردي. بالنسبة للسوق كمان يعني يكون منطقي أكيد بالنسبة للسوق. وفي عندنا حالات اجتماعية كتير، خلينا نقول مثلا مثل المتضررين بالحروب، مثل الحروق، الندبات، فهدول لهم حالة خاصة، مساعدات خاصة يعني من قبل المركز بهذا الموضوع. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم الشخص اللي ببلش يتعالج بعمليات زراعة الشعر، ايمت ببلش يحصد النتائج وقديش الصبر فينا نقول العناية قبل وبعد تهيئة هذا الموضوع مهمة، لأنه ممكن بعض التصرفات تخليه يخسر العمل اللي ساوى. هلا هي نقطة
بحب انوه عليها انه نحن بعد ما نعمل عمليه زراعه الشعر المريض ما بيشوف النتيجه مباشره. صحيح. هذا بيعمل شبه حاله احباط عند المريض انه انا زرعت الشعر. بفكر حاله بده يطلع دغري يطلع له شعر. ايه هو بيطلع من العمليه المريض منتظر انه انا عندي صلعه اطلع من العمليه يكون عندي شعر. صحيح. فالموضوع مختلف بعض الشيء، نحن بعد ما نعمل العمليه عندنا مرحله عنايه بالشعر خاصه لمده اسبوع او 8 ايام تقريبا. بعد مرحله العنايه الخاصه بالشعر بيتساقط الشعر المزروع. تعرفي حضرتك الشعر ما بيهم، هو الشعر عضو غير حي. العضو الحي هو البصيلة اللي زرعناها ضمن فروة الرأس. فالبصيلة بتضل موجودة ضمن فروة الرأس، ولكن الشعر اللي انتقل مع البصيلة بيتساقط. حتى يرجع يطلع الشعر مرة ثانية بده تقريبا 80 ل 90 يوم. ببلش الشعر بالظهور على تقريبا 5 شهور أو 6 شهور بيكون المريض حصل على 60% من النتيجة. حتى تكتمل النتيجة بده تقريبا 10 شهور. فالعملية بده شوية صبر. كثير مرضى بيزعلوا انه انا زرعت وصار مظهري حلو تساقطوا الشعرات، بنقول لهم معلش شوي اصبروا. هي صراحه كثير نقطه بنحاول دائما انه ننبه لهيك ذكرتها انا لانه بنسمع كثير عن فشلت العمليه ما نجحت، كنت متوقع شعري اطول كذا، فجاه بلاقي حاله رجع كل الشعر، ولكن كم شهر بيرجعوا مبسوطين كثير. طيب بالختام دكتور خلينا نحكي شو بتطمحوا بمجموعتكم تكبروها، يكون في لكم خطه اكيد مع بدايه 2023 في خطة عملية حاطينها ضمن الليستة تبعكم، ممكن يكون في أفرع لكم أخرى في دمشق أو خارج الوطن؟ هلأ نحن كانت انطلاقتنا من مركزنا بأبو رمانة هي مجرد ستارت أب، حتى نحاول قدر الإمكان نشكل كوادر بالنسبة لموضوع زراعة الشعر بسوريا. الحمد لله هلأ عندنا كوادر صارت قوية وخبرات عالية بهذا الموضوع ضمن سوريا. نحن نقلنا النواة، ولكن هي النواة اليوم كبرت وصارت مجموعة كتير كبيرة. فهلا نحن صرنا قادرين انه نكبر الموضوع اكثر واكثر. هلا نحن بصدد الاعداد لمشفى، مشفى متكامل ولكن متخصص اكثر بالسياحه العلاجيه ضمن دمشق. طبعا عندنا خطط مستقبليه للتوسع ضمن سوريا بافرع مثل حلب مثل اللاذقيه. فهلا حاليا الخطه المستقبليه هي ضمن دمشق ولكن بمشفى اكبر ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لك دكتور، واكيد تحيه لكل كادر مجموعة إليت اللي هو كمان تدرب ورجع مرة ثانية ليشتغل بقلب سوريا، وموفقين بكل شيء. شكرا جزيلا. أكيد بدنا لكم يعطيكم ألف عافية دكتور، وتحية أكيد لكل أهالي حلب ولكل الشباب السوري الواعد اللي بيآمن بمشروعه الخاص وبيحاول رغم مثل ما قلت كل الظروف يتحداها ويبلش من الصفر. شكرا كثير لإلك. شكرا لكم. شكرا لك. ما هلا نور رح نروح لمحطتنا التالية وتحديدا للمسرح القومي.